السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم مرة تانية على قناة سناء الهيدي في فيديو النهاردة هنكمل إزاي نجتاز اختبارات الاي كيو بأعلى سكور آه العنوان بتاع الفيديو إزاي تحل أسئلة المعدل والصنابير في اختبارات الاي كيو يلا بينا نشوف هنشتغل عليها إزاي نوعية دي من المسائل أول سؤال بيقول يقوم أسامة بتصميم أحد المنازل في 80 يوم ولكنه لم يعمل سوى عشر أيام وقام كمال بإنهاء العمل المتبقي بمفرده خلال 42 يوم ما الوقت الذي يستغرقه أسامة وكمال للعمل معا لإنهاء العمل يبقى نوعية المسائل اللي هي بيديني كل واحد بيشتغل في وقت قد إيه ويطلب مني العمل معا او العمل الجماعي عايزين نتعلم ازاي نفكر فيها بس انا عندي هنا في خطوة سابقة يعني لسه عايزين نحضر بس نعرف كمال لو هيشتغل لوحده كامل المنزل هيبقى يعمله في مدة قد ايه تعالوا نشوف كده ترتيب التفكير ازاي اول حاجة هشوف اسامة اشتغل قد ايه اسامة اشتغل عشر ايام من اصل تمانين يوم يبقى هقول مقدار ما أنجزه أسامة يساوي عشرة على تمانين ده يساوي تمن المنزل يبقى لو أنا اشتغلت تمن المنزل هيتفضل قد إيه ما اشتغلتوش اللي كمله كمال أكيد سبعة أتمان جبناها إزاي يبقى هنقول ما قام كمال بإنجازه يساوي واحد صحيح يعني المنزل كله ناقص التمن اللي عمله أسامة يبقى اشتغل بس سبع أتمان المنزل اشتغلوا في مدة قد ايه السبع اتمان اشتغلوا في اتنين واربعين يوم انا عايز اعرف لو هو هيشتغل المنزل كله 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 هيخلصه في وقت قد ايه تعالوا نشوف هنعرف ازاي هكتب كده كلمة وقت وهكتب يعني مثلا انجاز او الكمية اللي عملها الوقت خد قد ايه هو قال لي خد اتنين واربعين يوم عشان يعمل ايه عشان يعمل سبع اتمان طيب ياخد وقت قد ايه مش عارف علشان يعمل المنزل كامل اللي هو واحد صحيح طرفين في وسطين يعني اتنين واربعين في واحد مقسوم على سبعة على تمانية زي كده الكتابة المكتوبة دي طريقة الحل تمام هيطلع لي تمانية واربعين يوم يبقى كمال لو هيشتغل المنزل من اوله لاخره لوحده محتاج تمانية واربعين يوم السؤال هنا بقى اللي احنا عايزين نجاوب عليه لو أسامة وكمال شغالين مع بعض في نفس الوقت هناخد وقت قد إيه؟ الفكرة دي طريقة حلها حاجة ثابتة تعالوا نشوف ازاي، لحساب الوقت عندما يعملان معا هتكتب إيه بقى؟ واحد على الوقت المطلوب لما يعملوا مع بعض عمل جماعي يساوي واحد على الوقت اللي أخده الأول زائد واحد على الوقت اللي أخده التاني تعالوا نشوف واحد على الوقت الجماعي ده اللي عايزين نحسبه بتساوي وسامة خد وقت قد ايه لو هيشتغل المنزل كله هيحتاج تمانين يوم يبقى واحد على التمانين كمال قلنا لو هيشتغل المنزل كله هيحتاج قد ايه تمانية واربعين يبقى واحد على تمانية واربعين عملت توحيد مقامات وجمعت عادي طلع لي الاجابة واحد على تلاتين انا مش عايز واحد على الوقت انا عايز الوقت يبقى تجيب المقلوب بتاعت دي المقلوب بتاعها يبقى تلاتين يوم يبقى لو هو سؤال اختار زي ما مدينا كده يبقى هشاور على 30 يوم واقول له شكرا سؤال جميل ولو جالي عشر اسئله زيه هعملهم احسن من ده كمان لو فهمت القاعده يبقى تمام اذا كان لدينا خمس الات تستغرق 5 دقائق لانتاج 5 قطع من القماش كم من الوقت تستغرق مية آلة لإنتاج مية قطعة سيبكم عشر ثواني بس تفكروا أو ترتبوا أفكار على فكرة السؤال ده يقال إن تسعين في المية من الناس بتحسب إجابته غلط هجاوب دلوقت وشوف كنت مجاوب صح أو غلط ليه طريقة ظريفة جدا النوعية دي من المسائل بنسميها الضرب التبادلي هنعملها ازاي تعال اقولك النوع ده من المسائل ما من تشوفه رتب كده بالطريقة اللي بقولها لك دي فاعل نشتغل شوية بقى نحو مفعول به وقت يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده تعالوا ما نشوف مين اللي بيشتغل الالات انت مش هتكتب فاعل ومفعول به رتب بس في دماغك عشان تبقى فيه لازم الترتيب على النحو التالي الآلات طب المفعول به مثلا اللي هو القماش طيب والوقت اللي هو الزمن عادي زمن طيب الآلات عندي خمس آلات بتاخد خمس دقايق يبقى أجري أكتبها في خانة الوقت عشان تعمل خمس قطع قماش يبقى هنا خمس طيب تعالى نشوف بقى المطلوب كم من الوقت تستغرق مية آلة يبقى في تحت الآلات هكتب مية لإنتاج مية قطعة من القماش يبقى هكتبها تحت القماش كده، وعايز الوقت يبقى تحتيها علامة استفهام نغير القلم عشان الدنيا تبان معانا شوية. طيب أنا لو لقيت علامة الاستفهام دي السطر اللي فيه علامة الاستفهام ده اللي هيكون في المقام تعالوا نشوف هنعمل إيه تعمل زي زجزاج كده من الخمسة دي تنزل للي في النص اللي هي المية وتقوم طالع تاني و ناخد قلم تاني برضه عشان تبقى ظاهرة أمامك فتبقى الدنيا متميزة وكده بالعكس يعني تمام يعني أنا وصلت من الخمسة للمية اللي تحت للخمسة اللي فوق ومن علامة الاستفهام للخمسة للمية ياريت نركز بس في اتجاه الأسود السطر اللي فيه علامة الاستفهام لازم يبقى في المقام تحت تمام تعال نشوف بقى ايه الأرقام اللي قدام نمشي كده بالترتيب وفي بينهم علامة ايه آه ضرب يبقى هقول تحت في المقام في عندي اللي هو الخطوط اللي بالاخضر موصله مع بعضها 100 في 5 دي هحطها في المقام 100 في 5 طب واللي فوق في البسط 5 في 100 في 5 5 في 100 في 5 لو هنختصر هتلاقي ال 100 راحت مع ال 100 ال 5 راحت مع ال 5 تبقى الاجابه 5 دقايق بس فكر فيها كده على مهلك الإجابة هي مكتوبة واضحة عشان لو تحب إيه ترجع لها تاني تعالوا نفكر فيها عشان في ناس بتجاوب غلط لو أنا بصيت على الجزء الأولاني من السؤال بيقول لي خمس آلات بتستغرق خمس دقائق لإنتاج خمس قطع من القماش فكر فيها في مخك كده كأن كل آلة بتشتغل قطعة واحدة من القماش في خمس دقائق ده معناه إن لو عندي ميت آلة عشان تنتج مية قطعة كل آلة فيهم محتاجة خمس دقايق بس هما بيشتغلوا في نفس ذات الوقت يعني الوقت المستغرق لو أنا شغلتهم مع بعض هو الخمس دقايق بالذكاء كده، لكن لو مش هفكر فيها بمخي طبق الطريقة دي معتمدة والدنيا تبقى معاك ماشية كويس جدا جدا جدا، يبقى على هفكرك تاني هحط الحاجة الفاعل الأول وبعدين المفعول بيه وبعدين الوقت هوصل كده زي زجزاج الحاجة اللي فيها علامة الاستفهام لازم بتبقى تحت في المقام ، جرب آه عندك كتب كتير في, في اختبارات الاي كيو هتلاقي من النوعية دي من المسائل والكتب ليها نموذج اجابة في الاخر نرجع ونطبق القاعدة دي ونشوف اجابتنا اخبارها ايه نروح للسؤال اللي بعده آه ، يمكن ملء حمام سباحة في اربع ساعات اذا تم استخدام 8 مضخات كم عدد المضخات التي يجب استخدامها من نفس النوع لملء حمام السباحه السابق في 160 دقيقه سيبكم كده تبصوا على السؤال لازم معاك ورقه وقلم اشتغل حط فكرتك عشان تشوف نسبه تطابقها مع الحل الصحيح كام في الميه طيب نشوف كده لو طبقنا القاعده اللي لسه قايلين عليها هنشوف الفاعل وبعدين المفعول به وبعدين الوقت الفاعل هنا هو ايه تمن مضخات في الاول يعني هكتب كده مضخات ده الفاعل المفعول به ان انا عايزه املا حمام سباحه وبعدين بعد كده الوقت طيب تعالوا نشوف في الاول قال لي تمن مضخات يبقى هكتب تحت المضخات تمانية هاملة كام حمام سباحة هو واحد بس تمام في وقت قد ايه في اربع ساعات طيب المطلوب مني كم مضخة يبقى حط علامة استفهام تحت كم هنا يجب استخدامها لملء حمام السباحة السابق في مية وستين دقيقة عندي مشكلة ان اللي فوق ساعات واللي تحت دقايق فممكن احول الدقايق دي لساعات او حول الساعات لدقائق اللي, اللي يعجبني المهم يكون نفس الواحد. فمية وستين دقيقة لو قسمت انا على ستين يبقى اتنين في ستين بمية وعشرين. ويتفضل اربعين يعني تلتين ساعة. يعني معناها ان مية وستين دقيقة يعني ساعتين وطلتين. ساعتين وطلتين. الساعتين كل ساعة بستين ستين في اتنين بمية وعشرين. وتلت الساعة بعشرين يبقى مية وأربعين وتلت كمان يبقى مية وستين تمام عايز تحول العكس من ساعات لدقايق تمام مفيش مشاكل بس كده الأرقام أصغر شوية، وهنا قلنا كام حمام سباحة اللي بنملاه هو نفس حمام السباحة تعالى بقى نوصل نشوف كده قلم ظاهر قلنا ايه هنوصل زجزاج من التمانية للواحد ومن الواحد للاربعة، تعالى ناخد الخط المقلوب ازاي؟ من علامة الاستفهام للواحد اللي فوق ونازل على اتنين وتلتين تحت شرطي ايه شرط ان علامة الاستفهام بخطها كده بالتوصيلة بتاعتها هتبقى في المقام يبقى واحد في اتنين على في اتنين وتلتين ده هيبقى في المقام يعني واحد في تايمز طيب اي حاجة بتفضل زي ما هي يعني انا تحت عندي اتنين وتلتين طيب وفوق مين المتوصلين بالازرق دول تمانية في واحد بتمانية في اربعة باتنين وتلاتين يبقى حسبتنا عايزين نقول اتنين وتلاتين مقسوم على اتنين وتُلتين، تعالوا نشوف كده يبقى اتنين وتلاتين أهي مقسوم على اتنين وتُلتين بس رفعنا الكسر اتنين في تلاتة بستة زائد اتنين تمنية، فبقت اسمها تمنية على 3. طريقة قسمة الكسور معروفة بنعمل إيه؟ بشقلب علامة القسمة خليها ضرب وبقلب الكسر، يعني بدل ما هي. آه على 8 على 3 تبقى في 3 على 8 عملنا اختصار فطلعت اتناشر مضخه يبقى الاجابه السليمه اتناشر مضخه نروح للي بعده آه سؤال من نوعيه تانية بيقول لي اذا اردنا ان نزرع اشجار في شارع طوله مئة متر وبين كل شجرتين نصف متر كم عدد الاشجار نقول بقى ايه لو قسمت آه الطريق اللي هو مية متر وكل نص متر بحط اشجار فالطبيعي ان انت تتوقع ان الاجابة تكون ميتين يعني مية على نص بيديك ميتين بس هو مش ميتين الاجابة السليمة مش ميتين الاجابة السليمة ميتين وواحد طيب نتأكد ازاي انا قاعد في الامتحان اكيد مش هرسم مية متر واقسم القصص دي خد رقم صغير وليكن بدل مية متر خد عشرة متر كده وارسم حاجة زي خط الاعداد بالظبط عشان تتأكد كده وتظبط الدنيا يعني لو انا عندي ده خط الاعداد كاني ماشي كده من زيرو اه, واحد اتنين تلاته اربعه خمسه اه, سته سبعه تمانية, تسعه المفروض كده عشره ده كده كان ريبريزنت او بيمثل الميه متر بيقول لي كل نص متر كل نص متر هزرع شجرة تعالوا كده نشوف لو انا عندي اول شجرة هتبقى هنا عند الزيرو ده واخر شجرة هتبقى عند هنا هنا عند, العشر عند العشرة دي عند الاخيرة يعني طيب كل كل مية متر عفوا كل متر هحط شجرتين، يعني إيه كل متر هحط شجرتين؟ يعني هنا شجرة، وهنا شجرة، وهنا شجرة، وهنا، 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 هنا برضو، وهنا لغاية العشرة أنا واخدها خلاص، طيب أنا كده حاطط كل متر ولا كل نص متر؟ أنا حاطط كده كل آه متر بالظبط، يبقى أنا محتاج كمان أزود اللي هي بتاعة النص متر بقى، يعني هنا في واحد. ما بين الزيرو والواحد فيه شجرة. وهنا واحد. وهنا واحد. وهنا واحد. وهنا واحد. وهنا واحد. ومكملين لحد لما نوصل لهنا. طيب. دلوقتي نعد الاشجار ونشوف. لو عدينا اللي بالازرق هتلاقي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمنيه تسعه عشره حداشر حداشر بالازرق نعد بقى اللي بالاخضر ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمنيه تسعه عشره اللي هما بالاخضر يبقى المجموع بتاعنا واحد وعشرين شجره مع ان انا متوقع ان انا الاقيهم كام الاقيهم عشرين يبقى لو طبقنا القاعدة دي على المية بدل العشرة هتبقى بدل ما أقسم المية على نص يديني ميتين هقول له متين وواحد، إيه السبب؟ السبب زي ما قلتلكوا إن في اللي هي الشجر اللي هو إيه على الأطراف، تمام؟ يبقى الإجابة السليمة متين وواحد، آه نروح للسؤال اللي بعده أ يقوم بطلاء الحائط في ثلاث ساعات. وبه يقوم بطلائها في أربع ساعات وجيم يقوم بطلائها في ست ساعات كم الوقت يستغرق أ وب وج معا لطلاء الحائط في نفس الوقت الاختيارات ساعة إلا ربع ساعة وربع ساعة وتلت عشر ساعة أو 3 ساعات هاجي أقول له إيه بقى؟ لأ ما إحنا خلاص فهمنا القصة ماشية إزاي؟ ده أسهل سؤال ده سؤال أنا هعتبره كدو احل ازاي واحد على الوقت بتاع العمل الجماعي يعني واحد على الوقت المطلوب هتساوي واحد على التلاتة اللي هو الريت او المعدل اللي بشتغل بيه الاول زائد واحد على الاربعة زائد واحد على الستة مش محتاجة انا حاسبة ولا حاجة هوحد المقامات على كام على اتناشر اتناشر على التلاتة فيها الاربعة في واحد باربعة زائد اتناشر على الأربعة فيها التلاتة في واحد اتناشر على اربعة فيها التلاتة في واحد بتلاتة واتناشر على الستة فيها الاتنين في واحد باتنين كلام ده يساوي اربعة وتلاتة سبعة زائد اتنين تسعة يبقى انا الاجابة بتاعتي تسعة على اتناشر اعمل لها اختصار يعني هقسم على التلاتة فوق فبقت تلاتة هقسم على التلاتة تحت فبقت اربعة يبقى الاجابة تلاتة على اربعة هل اختار تلاتة على اربعة غلط جدا لازم أشقلب الكسر لإن أنا اللي طلعته واحد على الوقت مش الوقت، واحد على الوقت يبقى الوقت نفسه يساوي مقلوب الرقم اللي أنا طلعلي، تلات أرباع هتشقلبها تبقى أربعة تلاتة، تعالى نشوف أربعة تلاتة دي معناها إيه؟ إحنا عايزينها بالساعة يعني، آدي إيه أربعة على التلاتة. والله لو معايا آلة حاسبة يبقى تمام معيش يبقى بعمل ايه؟ بحول من عد- من كسر لعدد صحيح وكسر يبقى اربعة على تلاتة فيها الواحد واحد في تلاتة بتلاتة مطروح من اربعة يديني واحد يبقى واحد واحد على تلاتة معناها ساعة وتلت يبقى الإجابة ساعة وتلت اللي هي دي دي تمام برضو هنا مكتوبة بالتفصيل عشان لو حد يحب ايه يقراها على مهلك. خزان ماء فارغ يصب فيه صنبوران الأول يملأ وحده في أربع ساعات والثاني يملأ وحده في ثلاث ساعات فإذا فتح الصنبوران معا علما بوجود صنبور ثالث بأسفل الخزان يفرغه في ساعتين فبعد كم ساعة يمتلئ الخزان في حالة فتح الصنابير الثلاثة السؤال ده بقى homework ولو عرفتوه وان شاء الله تعرفوه لانه زي الاكزامبلز اللي احنا اديناها في فيديو النهارده اللي يعرفه ان شاء الله يكتبه في يكتب الاجابه في الكومنت الحلقه الجايه ان شاء الله هعرض لكم اسماء الناس اللي جاوبت السؤال صح واتمنى ان كل اللي شاف الفيديو يقدر يجاوب صح لان فعلا بجد الاسئله دي انا بعتبرها اسئله هديه في امتحانات الاي كيو لو انت عرفت الطريقه تقدر تطبق بكل سهوله اشوفكم في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته